ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الموهبة الجميلة الأستاذ أحمد علي الشاعر والمؤلف. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا أستاذة تسنيم، منورة الدنيا. إزاي حضرتك؟ منورنا ببرنامج طاقة إيجابية. الله يبارك فيك يا رب، ربنا ييسر الأمور إن شاء الله. نحب تعرف الجمهور بنفسك. طبعا أنا أحمد علي صعيدي، كاتب ومؤلف. في الأول كنت أساسا بكتب أفلام ومسلسلات، ولكن لقيت الموضوع ده مش لازم أوصل، فمتميز في الشعر ومسمي نفسي متعدد المواهب، يعني الحمد لله في كل حاجة هعجبكم، يعني شعر، أغاني، أفلام، مسلسلات، كل حاجة إن يعني شاء الله. يعني أنت ألفت قبل كده؟ ألفت واخد مسلسل وفيلم، واخد إذن بيهم من رقابة مصنفات، وكله تمام يعني إن شاء الله. خلاص إن شاء الله تمام. ومجهز لكم حاجات حلوة جميلة إن شاء الله هتعجبكم النهاردة كده. ممكن تسمعنا أول حاجة؟ أكيد طبعا. هو كل واحد، كل شاعر كاتب مثلا عن الأم بطريقته المعينة. تمام، أنا النهاردة هسمعكم حاجة حلوة إن شاء الله. كانت لي يا حبيبة زمان نداها كان يونسني، مش شغال. كانت لي يا حبيبة زمان نداها كان يونسني، تعال يا أحمد وروح يا أحمد، وفين ولدي اللي واحشني؟ مدام وياها بتطمن دعاها كان بيحرصني، ولو جوايا ميت حاجة تقول لي تعالى وسوسني، ده نمك وانت ضي العين ومين زي امي حاسسني؟ تطبطب عليا لما انام ولما اصحى تبوسني، وكانت فجر يوم العيد تقوم بدري تلبسني وتقول ما شاء الله واسم الله، كاني اجمل المخاليك في عينيها تحسسني. وبالنسبه لها كنت العيد، وبالنسبه لي كانت الحياه لما تلمسني، كانت تضحك لي لما اضحك وتفرح لي مدام فرحان، كانت لي يا حبيبة زمان. أقول يمه تقول ولدي تعالى كنت فين غايب، عيسأل عليك أبوك زعلان بقاله ساعتين بيعاتب، عايزك تتغدى معاه وبصراحة يا ولدي في دي عايب، أبوك عايزك قصاد عين وتكتر بيه عشان ما يقولوش عليك خايب، أبوك دخل دلوقتي ينام حبه أول ما يصحى عايزه يكون معاك طايب، مش عايزة بينكم زعل ولا عايزة شماتة من عزال وحبايب، جعان تتغدى يا ولدي أجيب لك بيض مع رايب، أبوك راح السوق جاب معاه شيل وأنا شلت لك من كل حاجة نايب، خد خيارتين وجوفتين وعود قصب وخلعايه، وكل ما تشبع من الرمان كانت لي يا حبيبة زمان. عضتني العزم والقوة بنصيحتها، وحسيت إن الطريق مفتوح بضحكتها، وكبرت وتغربت وتعلمت وشفت الخير بدعوتها، وفكر لها الحنان كله، وفكر لها الحنان كله، ومين زي أمي في محنتها، دي كانت لينا بر أمان، كانت لي يا حبيبة زمان. يعني كده بصراحه لهجتي طبعا، يعني احنا بنهدي يوم الحب لكل ام. اكيد طبعا، ربنا يبارك في امهاتنا جميعا الاحياء ويرحم الاموات جميعا يا رب. امين. هو انا عايز اسال بقى حضرتك حاجه، يعني هو نفس يعني اللهجه الصعيدي اللي انت مشهور بيها واتشهرت بيها، ما فكرتش ان انت تغيرها تقول شعر باللهجه العاميه العاديه؟ والله قايل كده، ممكن هقول لكم دلوقتي حاجه باللهجه اللي انا بتكلم بيها دلوقتي اللي هو السائده في مصر، اللي هي لهجة الصعيدية. جميلة طبعا. تمام، أكيد طبعا. اللهجة السائدة في مصر، أنا مؤلف أغاني أصلا، بس أنا مش حابب حكاية إني أنا أغني، أنا عايز أكون أنا مؤلف، وبإذن الله أنا حاطط هدف في دماغي إني أنا ممثل أكشن فيما بعد بإذن الله، أي هدف بإذن الله ناوي عليه بإذن الله بطموحي هوصل له. طب يعني أنا شايفة إن حضرتك اتشهرت في الموضوع ده وليك دواوين شعر كتيرة ومؤلف مسلسلات زي ما بتقولوا او افلام، ما فيش شركه انتاج او حاجه طلبت منك حاجه زي كده؟ تمام، حلو قوي السؤال ده. بالنسبه للافلام والمسلسلات، الحكايه دي المنتجين والمخرجين طبعا عايزينك تتشهر الاول، يعني تشهر الاول يا استاذ، وبعد كده يا اهلا بيك. اكيد طبعا ان شاء الله رب العالمين، انا نويت اني انا اي مخرج او منتج هيتعامل معايا لو ما كانش هيكسب من ورايا وهفيده اكتر ما يقربش مني، أنا واثق في حاجتي وواثق إن أنا إن شاء الله رب العالمين هبقى رقم واحد في مجالي، سواء تمثيل أو تأليف،
اما بالنسبه للاغاني والشعر والكلام ده كلموني كله بتاع مهرجانات، يعني حتى على الخاص على الصفحه بتاعتي احمد علي بيكلموني يا استاذ احمد كله عايز مهرجانات، وانا ان شاء الله مش عايز اخلي في تاريخي اغنيه مهرجانات نهائي. لا طبعا لازم بيكون عندك هدف، انت لو عندك اغنيه مهرجانات ما كنتش جبتك معايا في برنامج طاقه ايجابيه. طبعا الحمد لله طاقه ايجابيه ده لازم يبقى حاجات قدوه حسنه للشباب. انا مستغرب وللناس. يعني بصراحه مع اني اعرف اعمل كل حاجه الحمد لله، ولكن انا مالف اغاني حلوه، مالف قصائد حلوه. لا انت ان شاء الله هتوصل طول ما انت عندك هدف باذن الله. عايز بقى اسمعكم طبعا اي شاعر برضه بيتكلم عن الغربه بطريقته هو. تمام. يعني واحد يقول حاجه عن الغربه معينه، انا بقى عايز اقول عن الغربه هم مع نفسهم الشباب بيحكوا في ايه ولا بيتكلموا في ايه حياتهم كده اليوميه، فمجهز حاجه حلوه يعني والمفروض ان هي اغنيه. تمام. انا هحاول ان انا ابداها في الاول كشعر، ولو حاجه عايزه تتغنى ماشي، لان هي حاسسها كاغنيه اكتر. هي دي اول مره تقولها على الهواء؟ اه دي اول مره. يعني تبقى حصري للبرنامج ان شاء الله. تمام. عن الغربه هنتكلم، نداوي قلوب بتتالم، بتضحك وتتبسم لكن جواها حزن كبير. عن الاحلام وعن بكره، عن اللي ما عندهوش فكره، عن الاحباب غير الذكرى. عن اللي ما عندهوش فكره عن الاحباب غير الذكرى واشواقه وقلبه كتير. عن اللي شبابه ضاع فيها عشان احلامه يبنيها، ويعمل ايه مقضيها عشان ما يحسش انه اسير. قابلت في غربتي صاحب حلف يعمل معاي واجب، ملامحه اتغيرت لكن فاكرني ولسه بيعاتب. وقال لي وحشني وحضني، وقال على أهلي طمني، ومين شفته وسأل عني تعال احكيلي ريحني. وخدني أوام على سكنه لقيت الكل مستني. شباب ريحت الورد فيهم، خسارة الغربة تكويهم، ألمهم بين في عينيهم برغم الشوق لأهليهم، ولسه بيضحكوا للغير. حكينا البعض عن الرحلة وعن أيام كانت أحلى في مصر بلدنا، ويا محلى نجيب سيرة رجوعنا بخير. واحد قال لي أنا خاطب، واحد قال أنا عازب، واحد قال لي مش قادر أخبي أصلا أنا حابب. في بلدي بنت عسولة سايبها في علم سنة أولى عشان أخطبها وأتهنى وعيش وياها نفجنا، وتبقى ظروفي معدولة عشانها قلتها استحمل عذاب الغربة وأكمل. قولوا لأمي بلاش تزعل، أنا حبيت ومش هقبل تضع مني، ده أمر خطير. واحد قال لي أنا عاشق تراب بلدي ومش فارق، أعيش فيها بأجر قليل لكن في ديون أنا غارق. قالوا نطلع على برا تجيب عملة من الحرة، أتاري الغربة دي مرة بجد تعبت من التفكير. واحد قال لي أنا صعيدي سنين في الغربة مواعيدي، ما بيأسش وما يخلصش صبري في دمي ووريدي. معايا اخوات بجهزهم، تلاتة بنات بجوزهم، ولما تملي دعولي بيبقى هو داعيدي. وانا صابر على الغربة وراسي في بلدي مرفوعة، ولاش حتم الغريب لقمة وليا الكلمة مسموعة. ودي حكايتي ومد ايدك وكل فاكهة وصب عصير، فقلت لهم يا رجالة عن الغربة هنتكلم، وهاشتاج يلا للحالة نداوي قلوب بتتألم. تعالى وشوف هنا تعالى،
بنضحك ونتبسم لكن جوانا حزن كبير. انا حنيت يا بلادي يا اغلى مني وولادي، بحبك ايوه ده عادي، بحبك قلتها لي كتير، لكن حبك بيحلالي تملي في قلبي على بالي، بحبك طب وانا مالي عليك ايوه كمان بغير. اتمنى ان هي تكون عجبت المشاهدين وعجبت حضراتكم يعني. لا حلوه طبعا. كان في انت قلت لي قبل كده شعر عجبني جدا اللي بعت لي. احنا قلنا ان احنا هنخلي التقيل للاخر. ما احنا يلا بقى في الاخر احنا عايزين نسمع الناس يعني شعر ايه اسمه ايه ده. تمام. هو انا كتبت قصيده قبل كده، ده سبب القصيده اللي دلوقتي هقول نبذه مختصره سريعه. كتبت قصيده قبل كده عن حوار الشهيد مع امه، حاجه تصبر قلبها كده، حاجه جميله عن شهدائنا وعن ام الشهيد وكده. ويعني مثلا ولو يا مايا جيت لك يوم متكفن املي البلاد زغاريت، وقولي كنت مستنياك تجيني عريس يا ضنايا، وديك جيت عريس الجنه يا ولادي، عريس الجنه يا ولادي. يعني المهم ان هي على العريس بتصبر، على ام الشهيد بتصبر قلبها وبتاع. لقيت الناس بتقول لي ايه ده يا احمد، انت انضميت للجيش؟ جيش ايه؟ جيش اسرائيل مثلا؟ ايه ده جيشنا؟ كلام بقيت اسمع كلام مش حلو خالص، مش جميل كده. فالمهم ان انا عملت القصيده دي عشان ارد على الناس دي. انا شاعر، انا لسان بلدي، انا لازم اتكلم، لازم اسند. انت مش شاعر براحتك، انت عايز تسكت، عايز تتكلم، عايز الفتن براحتك، لا ما تكلمنيش، ما تنصحنيش. تمام. فانا كتبت حاجه حلوه كده ان شاء الله. تمام سمعنا. كتبت قصيده من كام شهر مدروسه ومتجاسه، أنا الصعيد الجدع وكتبت في الحب كام كشكول وكراسة. الناس قالوا برافو وأحسن بس ما تتكلمش في سياسة، ده نوع من الناس نصيحته الغلط في وقت الجد واخدها وراسي، وبيدعي إنه صاحبي وعايز لي الخير بس صدقني يا صاحبي دي غلاسة. ونوع تاني بيقول لي ما تطبلش وعجباه الفتن من ناس هجار. يعني أنا أقول حاجة حلوة عن بلدي مطبلاتي، هو يسمع بقى القنوات المغرضة وعجباه الفتن من ناس هجاصة، لكن كيف تقنع اليأسان إن الرحمة قدامه؟ بلدك بتبدأ عايزاك محتاجاك، وكيف تقنع المخدوع إن محدش أحن عليه قدامه قد أمه مصر؟ ياللي بتقلدوا الشيعة كفاية ندب، ده الحر من فعلكم قدامه جد دمه، لكن كيف تقنع اليأسان إن الرحمة قدامه؟ وكيف تقنع المخدوع إن محدش أحن عليه قدامه قد أمه مصر؟ ياللي بتقلدوا الشيعة كفاية ندب، ده الحر من فعلكم قدامه جد دمه، ده الفتنة لو قامت بتخلي البصير ما يشوفش قدامه. ياللي بتقول لي ما تتكلمش هتكلم، ياللي بتقول لي ما تطبلش يكن تعلم، ياللي بتقول لي ما تتكلمش هتكلم، ياللي بتقول لي ما تطبلش يكن انت بمصلحة بلدي مني أعلم. أنا لما قلت مطبلاتي ما قلتش غير بلدي، أنا الشاعر الحر اللي رافع راس ولدي، أنا الكلمة اللي مش عارفين تقولوها وخايفين إني أبني بالحروف مجدي، أنا الشاعر المصري وتحيا بلادي مين جدي؟ أنا الصعيدي اللي عمري مخون ومصر وشعبها ميهون، هحارب الفتن في المحن وزي ما بلدي هتعدي وتدوس راح أعدي. كفاية ندب على اللي كان، دي حكاية فشل وخلصت وكان يا مكان، كفاية ندب على اللي كان، دي حكاية فشل وخلصت وكان يا مكان، ده شيعة ليهم يوم واحد في السنة وانتوا عايزيننا نعيش أيامنا كلها أحزان، ما تقولي إيه السبب يكفي الرجوع عشمان. أنا انتخبتك والله حبيتك فاكرك ملاك إنسان، لكني أخطائك بدت وتحول العرفان، أنا لما قالوا عليك عميل كنت متعاطف معاك ولما قالوا خوان،
لكني بغبائك وأفعالك خليتني متأكد إنك يا واد فتان. صدقني لو كنت فضلت الشعب على نفسك في ساعة المحنة، صدقني لو كنت قلت أنا مظلوم بس هتنحه عشان الدم والأرواح والفتنة تمنعها، يمكن ساعتها كنت أقول عليك إنسان، وكنت هكتب فيك أشعاري وطبلك وعيش أيامي عليك ندمان. لكن هيهات عايزها خراب واسكت لك، توقفني قصاد أخويا اللي في الجيش عشان مصلحتك، ما تقول فين الشهامة يا بطل من ورق دبلان. أنا اختيار بلدي مفهوش عواطف ولا إحسان. لو قلت إن الصلاة والصوم بيدخل الجنة أنا معاكم، ولو قلت إن السواك سنة أنا معاكم، ولو قلت إن القرآن يتجري بالإدغام والغنة أنا معاكم، لكن تفصلوا بين الجيش والشعب بالفتنة هتلقوا قصيدي فضحة. ما تقولي ايه رأيك ياللي بتقولي ما تتكلمش في سياسة، لو قلبك عليا ما تنصحنيش بالغلط لان دي خساسة، انا عارف الصح فين والصح يعني المصلحة للكل دي كياسة. راجع ضميرك ياللي بتقولي ما تطبلش، الفرقة وحشة والفتنة كالناس، انا اخترت بلدي وشعري حر وليا كرامة حساسة، وأي رئيس هيمسك مصر معاه الجيش وعايز النصر، دول الشرطين بتقول هقول له معاك طالما كل المؤسسات عايزاك، ده الرأي الشرط الثالث. فدي نعمة من الوهاب، رئيس واحد وجيش واحد وشعب البلد بيساعد، وعايشين كلنا أحباب. يا ريت ياللي انت مش فاهم ما تتكلمش في سياسة. القصيدة انتهت. قصيدة جميلة. أنا عايز أعقب ممكن بتعليق بسيط كده. حضرتك خلاص احنا أعقب عشان قربنا الفقرة تخلص، وأنا مستمتعة جدا والمشاهدين كلهم مستمتعين. خلاص الحمد لله تمام، وأنا إن شاء الله في أوقات جميلة جديدة تاني كتير هتشوفوني فيها وبإذن الله خير يعني. تبقى حاجات حصري برضو كده بالنسبة لنا. إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. جميل، وأنا سعيدة بحضرتك، وأكيد كل المشاهدين كانوا مبسوطين بالفقرة بتاعت حضرتك. أنا أسعد بيكم جميعا والله، وبشكر فريق الإعداد اللي خلف الكاميرا، وبشكر حضرتك وبشكر كل القناة الصحة والجمال إن شاء الله. ميرسي يا أستاذ أحمد، ونورت، وإن شاء الله تبقى أحسن مؤلف في الدنيا. الله يكرمك، الله يبارك فيك، أنتم المنورين. انتظرونا بعد الفاصل. كل الأطفال اللي أنا نبهت إن هم يقعدوا يتفرجوا على ماندو المصري، ماندو جايلكوا كمان بالضبط نص دقيقة، انتظرونا بعد الفاصل.